بادرت إدارة معهد الأمل للصم والبكم في قضاء بلد لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة باصطحاب طلاب المعهد إلى متنزه بلد الكبير، وذلك للترفيه عنهم وزرع روح التعايش مع محيطهم وبشكل طبيعي. المزيد من التفاصيل مع التقرير التالي. بمبادرة من إدارة معهد الأمل للصم والبكم في قضاء بلد، توجه هؤلاء الطلبة ذات الاحتياجات الخاصة إلى متنزه بلد الكبير في مبادرة للترفيه وسط ظرف أمني جيد. يقوم معهد الأمل للصم والبكم في قضاء بلد بسفرات مدرسية إلى المنتزهات والعتبات المقدسة في بلد للترفيه عن للتنفيس عن نفسية الطلاب وارتياحهم وتفاعل الطلاب ويا السفرات. ولا سعنا لنا وبدأنا بجولات ميدانية بالمدارس لرفع العلم بقية المدارس لخلق أجواء بين الطلبة طلبة المدارس وطلبة المعهد، خلق أجواء الصداقة والارتياح. ولا يسعنا أن نشكر القوات الأمنية التي تحيط بهذه الزيارات مالتنا وتوفيرنا الأجواء المناسبة والآمنة للطلاب. والله الأمن والسلام جيد جدا، ونشكر القوات الشرطة والجيش لحماية محافظ صلاح الدين والأمان والاستقرار. ولهذا وجود الاستقرار جبنا الروضة متنزهة لندفع عنهم يرتاحون يغيرون الجو، وإن شاء الله تبقى محافظ صلاح الدين آمنة ومنتصرة على داعش وغير داعش. التوافد من قبل الكوادر والطلبة إلى هذا المتنفس جاء بغية تقليل الضغط الدراسي، خصوصا أن الطلبة من شريحة الاحتياجات الخاصة. المبادرة يقوم بها السيد مدير المعهد الأستاذ مصطفى ناجي، وهذه مو المبادرة الأولى، ولكن أكو مبادرات أخرى سابقة ولاحقة إن شاء الله من خلال العمل اللي يقوم به السيد مدير المعهد. طبعا مشكور على العمل اللي يقوم به، وهنالك مبادرات أخرى منها زيارات العتبات المقدسة من خلال جلب هؤلاء من ذوي رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة قسم صلاح الدين معهد بلد. سفرة للطلاب شريحة من ذوي الاحتياجات الخاصة لازم تغير جو، ونشكر القوات الأمنية على الأمن والأمان في محافظة صلاح الدين وخاصة بلد، ومرتاحين والحمد لله. وعبروا هؤلاء الطلبة بشعورهم بالسعادة، إذ أن هذه المبادرة زرعت الابتسامة على وجوههم. خلق بيئة جميلة لهؤلاء الطلبة في معهد الأمل للصم والبكم في قضاء بلد، والذهاب إلى المتنزهات والحدائق العامة للخروج من الروتين اليومي. من قضاء بلد لفضائية صلاح الدين، علي البلداوي.